السمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله سمع الحمد لله الحمد لله أحمده ولستعينه ولستهديه بنصره ونعوذ بالله بالشلول وفسنا ومن سيئة عمالنا بالله دي الله فلا مدل له ولم مدلل فلا جده وليه منشده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزابنا وقادنا وكل جالوننا سيدنا محمد النبقى رسول الله سلام على سلام عليه ولا أله وأصحابه وجلته وأزواجه ولا دعاهم بإحسان على لوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله انتيكم وإيايا وانتيكم الله وهزكم على دعوتي وأهزكم وبين أسياني ومن خلفات عمله واستمتعه بالذي وخير أما بعد قال تعالى في كتابه العزيز وعد بسم الله الرحمن الرحيم نفسه ومن شاء عليها سمع على لبكم الجلدون وقول قولي هذا واستغفر الله. يقول في دعاء يلا يعني في دعاء في دعاء سمع يا شباب سمع يلا يا شباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولال أحمد مين اللهم صل على سيدنا محمد ولال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا إبراهيم ولال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد ولال سيدنا محمد نبارك على سيدنا إبراهيم ولال سيدنا إبراهيم ولا على من تحمد
اللهم أيد سلام من أجل المسلمين. آمين. اللهم أيد سلام من أجل المسلمين. آمين. ولي مثل أولانا كلمة هكا والدين. آمين. ألا وكلوا خيلا لهم أنا قفلته. آمين. ولا هم ما أنا فلسته. آمين. ولا مريض من الناس أعطيته وأعطيته للعبنا للغيب. ألا لنزل أخوانا فلسطين. آمين. والعلاق والجسان وفلسطان دوتنا تيف وبتات النول رغم اللي قال إذا بلد آمنة بسم الله وسألوا بلد المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وخيل هن لالي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا زوادا زوادا مباركا ميمونا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.